تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت اليوم في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أعمال ملتقى الاستدامة الاقتصادية لعام 2015، والذي تنظمه منطقة الشارقة الأمنية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار الاستدامة بالابتكار، وذلك بحضور عدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين والمسؤولين في غرفة التجارة والصناعة في الشارقة، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالإمارة، ونخبة من كبار رجال وسيدات الأعمال في الدولة، وممثلو الفعاليات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إلى جانب رجال الصحافة والإعلام. واستعرض المنتدى آلية الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة لرجال الأعمال من قبل شرطة الشارقة، إضافة إلى أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفعالية الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ضمن مسيرة إنجاز الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 بأن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة. ويأتي تنظيم هذا الملتقى السنوي برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم وتعزيز مناخ الاستقرار وترسيخ البنى التحتية الأمنية التي تعتبر قاعدة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وكذلك في إطار تحقيق رؤية استراتيجية منطقة الشارقة الأمنية.